مشاعل العايد في أولمبياد باريس، فليسجل التاريخ اسمها كأول امرأة في تاريخ السباحة السعودية. فما قصتها؟ السباحة السعودية مشاعل العايد سجلت اسمها كأول امرأة في تاريخ السباحة السعودية تشارك ضمن دورات الألعاب الأولمبية ضمن 10 لاعبين ولاعبات سيرفعون علم المملكة في هذا المحفل الدولي الكبير الذي سينطلق في 26 من يوليو الجاري. العايد البالغة من العمر 17 عاماً تستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات سباق 200 متر حرة لتكون أول سعودية تمثل منتخب بلادها في هذه الرياضة في تاريخ الألعاب الأولمبية. وكشفت العايد عن سعادتها بتمثيل بلدها مؤكدة أنها منذ إعلان مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 تغير جدول تحضيراتها البدنية والنفسية وكذلك الغذائية. أصبحت أقضي وقتي في المسبح وصالة التدريبات بشكل شبه يومي لتحسين خبراتي بحسب تعبيرها، خاصة وأن السباحة تمنحها شعوراً بالحرية والقوة فضلاً عن أنها وسيلة ممتعة للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة. في سياق تجربتها الرياضية تعتبر العايد أن مشاركتها في الأولمبياد هي الرابعة دولياً على الصعيد الشخصي، وهي مهمة لصقل خبراتها ومهاراتها، مشددة على أن الرياضة تمنح النساء الفرصة لإثبات أنفسهن وتعزيز ثقتهن بالنفس وتطوير مهارات القيادة. فمن هي مشاعل العايد؟ بدأت مشاعل رحلتها في عالم السباحة في مصر عندما كانت في 6 من عمرها، ومارست رياضات متنوعة مثل الباليه والتنس والجمباز إلى جانب كرة القدم والجري، لكن عشقها الكبير للسباحة دفعها إلى احتراف هذه الرياضة بدعم كبير من والديها. العايد ليست فقط رياضية متميزة، بل هي أيضاً طالبة متفوقة تحرص أسرتها دائماً على دعمها وتشجيعها في المجالين الرياضي والدراسي. عام 2013 انتقلت إلى الكويت والتحقت بمدرسة لتعليم السباحة وقضت قرابة العامين في تعلم أساسيات السباحة على يد مدربين محترفين، وفي سن 9 بدأت المشاركة في البطولات الخليجية وحصدت عدداً من الميداليات. وبعد اكتشاف موهبتها من قبل الاتحاد السعودي للسباحة تم اختيار مشاعل لتكون جزءاً من برنامج رياضي النخبة، ومنذ ذلك الحين نجحت في المشاركة في عدد من البطولات الدولية للسباحة حول العالم. وحققت العايد خلال مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي أقيمت مؤخراً في الإمارات 3 ميداليات، وأصبحت أول رياضية سعودية تحقق ميدالية ذهبية بالسباحة في البطولات الخليجية، كما فازت ببعض الجوائز في البطولات المحلية.